ونحن نتحدث اليوم عن هذا المشروع الكبير الخاص بالإنتاج الحيواني والألبان أيضا والمجازر الآلية في مدينة السادات. يمكن تم استعراض خلال هذا الافتتاح عدد من المميزات وتحديدا فيما يتعلق بالأساليب التكنولوجية والأساليب الحديثة لتحسين السلالات وغيرها من المميزات. ربما كيف يساهم هذا في سد الفجوة الغذائية وتحسين هذه السلالات وتحسين الإنتاج الحيواني والألبان تحديدا خلال الفترة القادمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما نعرف جميعا فإن التربية الكلاسيكية والانتخاب بالنسبة للتحسين الوراثي في الحيوان يستغرق أكثر من 20 عام. لذلك لجأنا إلى ما يسمى بالتقنيات الحديثة الخاصة بتحسين سلالة الحيوان. أهم هذه التقنيات هي تأسيس ما يسمى ببنك الجينات الخاص بالحيوانات المنوية، الخاص بالبويضات، الخاص بالجينات. ثم هناك تقنيات أكثر تقدما وهي انتخاب الجينوم، ولكننا سوف نركز فقط على الأشياء البسيطة التي يمكن من خلالها التحسين الوراثي وفضلات الإنتاج. هذه التقنيات البسيطة تسمى بالتلقيح الاصطناعي. التلقيح الاصطناعي يعتمد على الحصول على الحيوانات المنوية من سلالات عالية الإنتاجية سواء موجودة في أمريكا أو في أوروبا ثم نقلها إلى مصر وتلقيح السلالات المصرية من الإناث بهذه الحيوانات المنوية أو ما تسمى بالقصيبات السائلة المنوية. إنتاج الأبقار المصرية قديما كان من 3 إلى 5 كيلو لبن يوميا، وإنتاج الجاموس من 6 إلى 8، وإنتاج تلك الأبقار الأجنبية يتخطى أحيانا 50 كيلو في اليوم. لذلك عمدنا إلى نقل السائل المنوي من خلال القصيبات المجمدة من الخارج وتلقيح الأبقار المصرية بهذه القصيبات، مما يؤدي إلى إنتاجية تصل إلى 8 إلى 10 كيلو في أول تلقيح، ثم في الجيل الثاني أو الثالث أو الرابع بأننا قد نصل إلى 20 إلى 25 أو 30 كيلو في اليوم. كما أن معدل تحويل اللحم في الطلائق في الافراد المذكره بالنسبه للابقار المصريه يكون حوالي من 7 الى 1 كيلو. اما في السلالات الاجنبيه فان معدل التحويل يكون من 1.2 يوميا. لذلك نلجا الى استخدام تلك التقنيه البسيطه والخاصه. وهذا يا دكتور ما كان يتحدث عنه السيد الرئيس اليوم، هذا المشروع تحديدا شيء طبيعي. طبيعي تحدث الخامس الرئيس عن التلقيح الاصطناعي، ثم تحدث ايضا عن ما يسمى به التحسين الوراثي من خلال انتاج سلاله مصريه حديث الانتاج او احلال السلالات الاجنبيه محل السلالات المصريه. اذا ما تم ذلك فاننا نكون ملزمين بتوفير الاعلاف الجيده، الرعايه الطبيه المميزه، المسكن المناسب، الاعلاف، كل هذه الاشياء تقوم بها شراكه بين وزاره الزراعه وقطاع الاعمال الخاص بالقطاع الخاص ورؤوس الاموال المصريه والبنك الزراعي المصري، اي ان هناك شراكه بين مثلث انتاج لحم ولبن وهو عباره عن البنك الزراعي المصري، رجال الاعمال المصريين، ثم المربي الصغير. نقوم بشراء الحيوان من الخارج من خلال البنك بضمان رجال الاعمال، ثم يتم توزيعه على صغار المزارعين مع توفير كافه الشروط الخاصه بالانتاجيه. فبدل من ان ينتج 3-5 كيلو في الابقار العاديه سوف يكون لديه امكانيه. هذا فرق كبير يمكن في انتاجيه اللحوم والالبان على الاقل. طيب وإذا تحدثنا عن الأعلاف، يعني وإذا تحدثنا عن الأعلاف ويمكن حتى الآن بيتم استيراد جزء كبير من الأعلاف من الخارج، كيف يمكن حل هذا الأمر؟ الأعلاف يتم استيراد جزء كبير من الخارج سواء كل الصويا أو الذرة المصرية، والوزارة تولي اهتمام كبير بزيادة الرقعة الزراعية من الأعلاف حتى نضمن استمرارية تقديم العلف المناسب. ولكن سوف يعني أعطي سيادتك معلومة بسيطة جدا وفي غاية الأهمية، ألا وهي العلاقة بين تركيب الأعلاف من المعادن والأحماض الأمينية والفيتامينات وجينات الحيوان
الذي يتغذى على تلك الأحلال. والجزء الثالث هو إنتاجية اللحم واللبن، أي أن هناك علاقة أساسية وضرورية بين ما يقدم من علف وجينات الحيوان ثم الإنتاجية. لم يعد تقديم أي علف مناسب للحيوان، بل في الدول المتقدمة يتم التركيز على العلاقة بين تركيب العلف وجينات الحيوان المستقبل ثم إنتاجية الحيوان من اللحم واللبن. هذه أحدث التقنيات العلمية الخاصة بالإنتاجية في الأعلاف أو في اللحم. طيب دكتور عادل، يعني ونحن نتحدث عن أبرز النقاط التي تمت مناقشتها اليوم أثناء افتتاح هذا المشروع الهام، يعني كان هناك أيضا نقطة خاصة بدور القطاع الخاص تحدث عنها السيد الرئيس، هل لك أن تحدثنا عن دور القطاع الخاص في هذه المعادلة في التعاون مع الدولة في الوصول إلى أفضل النتائج الممكنة لتنمية الإنتاج الحيواني؟ كما قلت سابقا للسيادة أن هناك مثلث خاص بالإنتاج، هذا المثلث يمثله القطاع الخاص ووزارة الزراعة والمربي الصغير. فيقوم القطاع الخاص، الجزء الثالث هو البنك الزراعي. البنك الزراعي ووزارة الزراعة والقطاع الخاص وأخيرا المربي الصغير. فمن خلال القطاع الخاص استيراد الحيوانات المميزه من الخارج، ثم يتم بضمان البنك توزيعها على الصغار المتسللين الذين يستطيعون من خلالها زياده انتاجيه اللحم واللبن الموجود. طيب ماذا عن التسهيلات التي يتم منحها من قبل الدولة لصغار المزارعين والمربين، وهي أيضا النقطة التي تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم بتركيز؟ هذه النقطة هامة جدا، وهي تتم من خلال وزارة الزراعة من خلال تقديم كافة البرامج الإرشادية لصغار المزارعين بكيفية التربية وكيفية المعاملة وكيفية تقديم الأعلاف وكيفية تقديم الرعاية البيطرية المميزة وكيفية التناسليات الموجودة في الحيوان والكشف عن الأمراض. أي أن هناك منظومة كاملة متكاملة من قبل وزارة الزراعة تقدمها لصغار المزارعين حتى نضمن استمرارية إنتاجية الحيوان من اللبن واللحم العالي لسد الفجوة الغذائية في الشعب المصري. طيب دكتور عادل، أيضا في هذا المشروع يمكن بنتحدث عن وجود مركز علمي بيطري متطور وفقا لأعلى المقاييس العالمية للأبحاث والتدريب. طيب إذا تحدثنا عن نقطة اكتشاف الأمراض أو الفيروسات الحيوانية وكذلك إيجاد علاجات بيطرية، إلى أين وصلنا في هذه النقطة خصوصا مع افتتاح هذه المشاريع الكبرى؟ هناك تقنيات علمية حديثة خاصة بالكشف عن كافة الأمراض الموجودة في الإنسان أو الحيوان أو النبات. هذه التقنية يمكن من خلال ما يسمى به بعض البوادئ الوراثية التي من خلالها يتم وضعها مع الجينوم الكامل للمادة الوراثية من الحيوان، فيتم الكشف عن المرض سواء موجود أو غير موجود بتقنية البي سي ار. اما الحديث في هذا الموضوع وهو ما يسمى بانتخاب الجينوم، فيمكن من خلال انتخاب الجينوم الحصول على السلالات العاليه المميزه، ويتم انتخاب الحيوان المقاوم للظروف البيئيه المعقده، الحيوان العالي الانتاجيه من اللبن، الحيوان العالي الانتاجيه من اللحم، الحيوان العالي الانتاجيه من الخشوبه. كل ذلك يتم من خلال ما يسمى بجينوم سيلكشن، وهو احدث التقنيات العلميه الحديثه في مجال تربيه الحيوان وانتاجيه الثروه الحيوانيه. طيب دكتور عادل، يعني هذا التطور في البحث العلمي في مصر بالإضافة إلى أحدث المنظومات التكنولوجية المتطورة التي تم استعراضها اليوم بتركيز في هذا المشروع، ما إسهامها في تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من بعض الثروات الحيوانية سواء على المدى القريب أو على المدى المتوسط؟ نحن في المدى القريب نقول أن تقنية الترقيح الاصطناعي التي ستعرض من سنة إلى 3 سنوات هي الخطة قصيرة الأجل. أما الخطة طويلة الأجل تعتمد على تقنيات البيوتكنولوجيا وتقنية الجينات وتقنية الهندسة الوراثية وتقنية نقل الجينات أو تقنية الجينوم. هذه التقنية سوف تسهم فيما بعد على مدار أكثر من 10 سنوات
على إنتاج سلالات مصرية عالية الإنتاجية من اللبن واللحم. على كل حال أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عادل التراس مستشار وزير الزراعة لتحسين السلالات، شكرا على هذه التفاصيل والمعلومات.